صباح الخير عليكم من مكان جديد وجولة جديدة من جولات عالم روني. في الفيديو اللي فات خلصنا مع بعض جولتنا في بارون ريزورت شرم الشيخ، والنهاردة احنا رايحين فندق جديد هو في الحقيقة منتجع ضمن منتجعات كبيرة في شرم الشيخ. احنا النهاردة في شارميليون سي لايف ريزورت. الفندق واخد شهادة معتمدة من وزارة الصحة انه استوفى الضوابط العامة للفنادق والمنتجعات السياحية، وانه مرخص ليه باستقبال الزائرين بحد اقصى 50% من طاقته الاجمالية. اول ما بتدخل الفندق بتاخد خريطة للمكان، لان المنتجع ما شاء الله كبير جدا، لانك بتقدر تستمتع بثلاث منتجعات من شارميليون طول فترة اقامتك. ممكن تستمتع بشارميليون كلاب وشارميليون سي لايف وكمان شارميليون جاردن اكوا بارك واللي فيه العاب مائية كتيرة ومتنوعة. ويلا نبدأ مع بعض جولتنا، ودلوقتي هنشوف اللوبي، يلا بينا. بعد ما شفنا اللوبي تعالوا نكمل مع بعض جولتنا ونستمتع بالمنظر الرائع ده.
هنلاقي موجود هنا لعبة الشطرنج اللي كلنا طبعا عارفينها، واللي بيحب يلعب اللعبة دي وبيعرف يلعبها هيستمتع جدا باللعبة على الطريقة دي، لان حجمها كبير ومصنوعة من الخشب، وكمان بتقدر تقف وتتحرك مع قطع الشطرنج. واللي موجود قدامنا ده مسرح المفروض انه بتتعمل فيه حفلات يومية ومتنوعة، لكن لسه المسرح مش شغال كإجراء احترازي لفيروس كورونا. انا حاليا بصور الفيديو ده يوم 31/7، لسه الفندق بادئ يفتح من اسبوع بس، فلسه الوضع الى حد ما مش مستقر، مع العلم ان المكان موجود فيه نزلاء وموجود اجانب كمان. في شارميليون سي لايف موجود كمان 2 حمام سباحة، واحد كبير للكبار وواحد للأطفال. Oh, 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 oh
ودلوقتي احنا في طريقنا للشاطئ، وزي ما احنا شايفين مع بعض الشاطئ موجود جوه الفندق، مش بتضطر ان انت تركب باص علشان تروح الشاطئ. الشاطئ قدامنا اهو. ده شاطئ شارميليون سي لايف، ومسموح لك تستخدم الشاطئ اللي موجود في شارميليون كلاب. احنا رحنا الشاطئ اللي موجود في شارميليون كلاب علشان موجود فيه مارينا بتقدر ان انت تعمل سنوركلينج، هنشوفه ان شاء الله في الفيديو الجاي. اللي قدامنا دي كيدز اريا للاطفال، موجود كمان كيدز كلاب، لكن الكيدز كلاب حاليا مقفول كاجراء احترازي لفيروس كورونا علشان صعب شويه تسيطر على الاطفال وتجبرهم انهم يستخدموا الاجراءات الاحترازيه والوقائيه، فحاليا الكيدز اريا شغاله لكن الكيدز كلاب لسه مقفول. ونطلع حالا نشوف الغرفة بتاعتنا شكلها ايه والفيو اللي بتطل عليه، وننزل بسرعة علشان نروح المطعم. دي الغرفة اهي، الغرفة نظيفة ومتعقمة. الغرفة موجود فيها كاتل، وموجود كمان شاي ونسكافيه وكريمر، تقدر تعمل شاي ونسكافيه وانت قاعد في الغرفة مكانك،
موجود كمان تلاجة اهي. موجود كمان سيف بوكس تقدر تحط فيها مقتنياتك الشخصية اللي قلقان عليها او الحاجات الغالية بتاعتك. قبل كده انا شرحت الحاجات دي كلها في فيديوهات قبل كده، هي معظم محتويات الغرفة كانت معانا قبل كده في فيديوهات سابقة في الفنادق اللي احنا زرناها مع بعض، فمعظم الحاجات هتلاقوني شرحاها في الفيديوهات اللي قبل كده اهو زي ما احنا شايفين كده مع بعض. وده التويلت، موجود فيه طبعا الشامبو والشاور جيل، وموجود فيه مجفف شعر زي ما احنا شايفين كده مع بعض. ودلوقتي بقى تعالوا معايا ندخل البلكونة ونشوف الفيو الرائع بتاعها. الفيو زي ما احنا شايفين كده قدامنا، قدامنا بالظبط حمام السباحة اهو، الفيو بيطل على البسين قدامنا، وعلى الشمال موجود البحر، لكن مش اي بحر، ده البحر اللي موجود فيه المركب الغرقانة. المركب الغرقانة دي ليها قصة مشهورة ومعروفة في شرم الشيخ والناس كلها عارفاها، ان كان في مركب غرقت في البحر والناس سابوها في البحر ما طلعوهاش، فادت منظر جمالي جدا للمكان. واهل شرم الشيخ بيطلقهم على خليج نبأ اللي احنا موجودين فيه دلوقتي ده، احنا موجودين في خليج نبأ، هم بيقولوا عليه الغرقانة نسبة للمركب الغرقانة اللي موجودة في المية. المنظر باين قدامنا اهو، انا شايفة المركب الغرقانة وانا واقفة في البلكونة، بجد منظر رائع جدا. ودلوقتي احنا في طريقنا للمطعم، رايحين دلوقتي نتعشى، الساعة حاليا 6:30، ده ميعاد العشاء. هنشوف مع بعض دلوقتي هم عاملين لنا ايه يا ترى على العشاء، يلا بينا. Thank you.
زي ما احنا شايفين كده مع بعض. ده ديك رومي وفراخ ما شاء الله شكله جميل جدا. زي ما احنا شايفين كده مع بعض دي شاورما، الشيف هنا بيعمل شاورما اهو. زي ما احنا شايفين كده الاكل شكله حلو قوي ما شاء الله شايفين. سلطات اهي كمان، دي طحينه وتوميه اهو، انواع مختلفه اهي من السلطات غير البطيخه الجميله دي. شفت الاحمر اهو حلو اللي بيحب الحبيبات اهو. يا سلام دي بطيخه العيد بقى. ده ركن تاني اهو برضو السلطات، سلطة طحينة وبابا غنوج وسلطة بلدي اهي. ايه ده وزة؟ الشيف بيعمل هنا فطير الصبح بقى يا جماعه، بيكون بيخبز عيش. مش عايزه اقول لكم على ريحته بتبقى عامله ازاي ولا منظره وهو طالع كده من الفرن سخن. تاخده كده سخن تفطر بيه الصبح بيبقى جميل جدا. وبيخبز انواع مختلفه كمان، في عيش ابيض، عيش بلدي، وعيش سن. هنلاقي هنا كمان كشري مصري بالدقه والصلصه بتاعته اهو، شكله جميل جدا. عندنا كمان انواع مختلفه من الحلويات، في حلويات شرقي وحلويات غربي زي ما احنا شايفين كده اهو. وهنلاقي كمان هنا اهو ايس كريم.
الريحه الحلوه دي ان شاء الله. جماله يا تكات يا حركات. حضرتك طيب ألف خير يا رب. الريحة حلوة قوي ان شاء الله. ده نعناع ريحان. تسلم ايدك يا شيف، حضرتك طيب يا رب وبألف خير. ده ركن المخبوزات اهي. كله متعقم اهو، الدنيا تمام. المكان ده لتعقيم الاطباق، النظافه ما شاء الله عليها، وطبعا في تباعد اجتماعي كبير والتعقيم، وبصوا كل حاجه نظيفه اهو زي ما انتم شايفين قدامكم اهو. الحمد لله في اجانب اهو، الدنيا شغاله يعني، احنا مش الدنيا فاضيه ولا حاجه، احنا اللي جايين بدري في المطعم علشان نصور قبل ما الناس تيجي، ونصور الاكل قبل ما يتاكل، فكل حاجه قدامكم اهو. شاورما وفراخ. تسلم ايدك يا شيف. اللي احنا شايفينه قدامنا ده مطعم مخصوص للاطفال، معمول بطريقه وبستايل معين بحيث يناسب الطفل. Thank you.
وبعد العشاء الستاف الرائع الموجود في المطعم فاجئني بعيد ميلادي، والحقيقة كانت مفاجأة حلوة جدا. أحب طبعا أن أنا أشكرهم على المفاجأة الحلوة دي وعلى المجهود الرائع اللي عملوه في العيد ميلاد. لو حابين تشوفوا حفلة عيد الميلاد كاملة شوفوها، هتلاقوها على القناة، أنا نزلتها يوم 1/8. وهنا بتكون خلصت جولتنا النهاردة، لكن جولتنا في شارميليون ريزورت لسه ما خلصتش، ان شاء الله هنكملها في الفيديو الجاي، استنوني.